بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله يا جماعة احنا في جولة في تخفيضات العائلة الرياض، حي النهضة، شارع سلمان الفارسي. حضراتكم عاملين العروض الأسبوعية لمدة 5 أيام، من اليوم الأربعاء 15/6 إلى الأحد 19/6. عروض ممتازة. ايه أبدأ لكم باللي هي ايه شيالات الحلويات عشان العيد. كل عام وحضراتكم بخير. هنا طبعا خلصت. اسمعي ترينا ده ولا خلاص ارجعه؟ ايوه. هنا في شيال حلا على 35 ريال، بس مكتوب 3 خانة. نجيب منين بقى احنا 3 خانة؟ ال4 خانة على 45 ريال، وال3 خانة اهو، دول 4 برضو، او ال3 خانة اهو على 35 ريال. وعاء بيبقى الزجاج والبودي بتاعه او الجسم بتاعه ايه معدن ذهبي اهو على 35 ريال، وال2 خانة على كام؟ على 25. يعني الاربعة على 45، التلاتة على 35، الاتنين على 25 ريال. 35 ريال على هيئة قلب، هي جميلة، قلب ذهبي اهو على 35 ريال. نشوف الاتنين على 25، يعني موجود اتنين اهو، متوفر اتنين على 25 ريال، جميلة اهي، تنفع للمكسرات والحلويات، ومناسبة جدا للعيد. العيد قرب، كل عام وحضراتكم بخير. دي العروض الأسبوعية في تخفيضات العائلة، عروض لمدة 5 أيام من 15/6 إلى 19/6. هنا في طقم فطور 9 صحون ما شاء الله كبير على 59 ريال. 9 صحون ما شاء الله على 59 ريال، يا بلاش. وهو ايه غدار، والغطا اكريليك. شوف الغطا بتاعه ما شاء الله كبير. انا التراب ايه بوظلي ايه. ب 93 ريال اصبح ب 59 ريال. ادي دي نقشه تراثيه اهي، ودي نقشه تانية. اللي عايز النقشه دي ياخد، اللي عايز دي اهي. والصحن بتاعته ايه غدار، والنقشة بتاعته ايه على 59 ريال، الحجم الكبير. وده العرض بتاعه. في ارفف بلاستيك 3 رفوف اهو على 43 ريال، متوفر منه الوان اهي على 43 ريال. الاول كان ب 59، بقى ب 43 ريال. الارفف دي 3 ارفف بصراحة. العلب دي، علب الحفظ دي جميلة جدا ومحكمة الغلق على 29 ريال، من 37 بقت ب 29 ريال. بتيجي في الكرتونة بتاعتها كده، تنفع تعملوا فيها سلطة، تعملوا تعجنوا فيها. 3 4 مقاسات اهو، مقاس ومقاس ومقاس ومقاس. المقاس الكبير ده جميل، الكسب بتاعها بهذا يا كاشير، الكسب بتاعها رهيب. متوفر 3 ألوان. عيشوا اللحظة. ينفعوا سلطة، للسلطة ينفعوا، الحفظ في التلاجة ينفعوا، للعجين. بصراحة ممتازين جدا، وب29 ريال. تاخدوها بالكرتونة بتاعتهم، هتلاقيهم مغلفين بالكرتونة بتاعتهم. هنا في طقم ملاحة 7 قطع على كام؟ على 35 ريال. او طقم بهارات يعني، بس هو فين؟ مش تقال هو ده كان ب 85 ريال، كان ب 85، بقى ب 35 ريال. هو دوار، ممكن دي تقع، انا عارفه. في اللي هو دورين ب 69 ريال، ده الدورين ده ب 69.
ده دورين ب69 ريال من 85 ريال، وده ب35 ريال. هنا قالب كيك ب16 ريال ونص وتلاتين هلل، 16 ريال و30 هلل، 24 عين، وشكله هو على الطبيعة. الأول ب24 ريال بقى ب16 ريال، ب25 ريال يعني بقى ب16 ريال و30 هللة. طقم فطور سيراميك ب49 ريال. ده ب39 ريال 4. دي صحون حلا مشجرة، قلت اصورها لكم بالمرة. دي ب5 ريال 75 هلل، حلو، هي بلاستيك بس مشجرة وجميل، ب5 ريال 75 هلل. طبعا متوفر منها كذا نقشة، النقشة دي برضو جميلة، عاملة زي الصدف كده، على 5 ريال 75 هلل. هي دي. هنا في عرض ممتاز اهو على الشنط المعالق، 24 قطعة على 35 ريال، اللي هي دي جميلة. نمسك المعلقة نشوفها، حلوة المعلقة، لا تقيلة ولا خفيفة، متوسطة، 24 قطعة على 35 ريال، لونهم ذهبي، يعني 4 × 6 ب24. يجيلك 6 4 معالق واربع شوك واربع سكاكين، كله 4 × 6 ب24 على 35 ريال. هنا في ماكينة حلاقة على 23 ريال، وهي 240 واط. هنا في ميزان مطبخ جانو من كيلو لخمسة كيلو على كام؟ على 33 ريال، في الدائري وفي المربع، ده المربع وده الدائري على 33 ريال، بيشيل من كيلو لخمسة كيلو، توزنه لغاية 5 كيلو الكتروني بتاعه. هنا في قسم العدد في شنيور او مثقب لاسلكي بطارية 12 فولت مع الاكسس 16 اكسسوار، يعني ب 49 ريال. وده شكله بس مش عارفين صناعه ايه. هنا في طقم حافظات هندي 3 حبة مع بعض على كام؟ على 37 ريال و90 هلل، ده مكتوب عرض خاص. ادي ده شكل وده شكل، لا هما الاثنين واحد. هنا قسم الادوات الكهربائيه، هنا كوايه بالبخار 1300 واط من كليكون ب39 ريال، كوايه بالبخار 39 ريال من كليكون. في كوايه بالبخار برضو يدويه 900 واط ب35 ريال من كليكون، اللي هي دي متوفر منها كذا لونها ب35 ريال قصدي. مضرب بيض 160 واط ب39 ريال، النوع ده ب39 ريال. قطعت خضروات ب44 ريال. شواية كهربائية ب129 ريال، 2200 واط، قوية ما شاء الله. دي عروض الأجهزة الكهربائية. غلاية مية كليكون 1500 واط ب29 ريال، غلاية مية بروف اللي هي 1500 واط وهي بايركس ب39 ريال، وده العرض بتاعها 39 ريال. هنا في شعالة فحم من ريبون كهربائية، أول مرة أشوفها بصراحة، ب49 ريال، ودي الكرتونة بتاعتها وهي الشعالة، نمسك من هنا عشان أعزل للحرارة،
الاول كانت ب75 بقت ب49 ريال. شعلة فحم من ريب، خلاط ميلونكس ب120 ريال، 400 واط. اللي هو ده هنا كليكون ب89 ريال، 350 واط. هنا بقى قسم المواد الغذائية، انا هعمله لكم كلهم في فيديو واحد. هنا 3 تونة دوار الشمس 90 جرام ب8 ريال ونص. دول 90 جرام 3 حبة مع بعض على 8 ريال ونص. ده قسم المواد الغذائية. هنا حليب معين 1800 جرام ب27 ريال. حليب كامل الدسم 1800 جرام، سريع الذوبان. هنا ده اول مرة اشوفه، مكتوب الراي مزيج ايس كريم، عندكم بالمانجا وبالفراولة وبالشوكولاتة وبالتوت على 10 ريال، 1 لتر. صراحة اول مرة اشوفه. هنا دريم ويب ب10 ريال. كريم كراميل، كريم كراميل الأصلية مش عارفة كده. شطة رنا صغير 100 ملي على ريال، وهنا شطة كريستال 88 ملي على 2 ريال و30 هللة. الشطة والناس اللي بتحب الشطة. جبنة بوك 500 ملي ب11 ريال، الأول كانت ب13 ريال بقت ب11 ريال. عرض حلو. بقى كله ده المواد الغذائية، 3 حبة على 7 ريال 75، وهنا 3 حبة على 5 ريال 75. الفول المدمس ده حدائق كاليفورنيا 3+1 مجانا ب9 ريال ونص. فول سادة. حليب مكثف محلى ب10 ريال ونص، 3 حبة مع بعض 390 جرام، 3 حبة مع بعض. شاي الربيع 100 كيس ب7 ريال 95 هللة، الاول كان ب10 ريال. اللي هو ده الربيع اكسبريس. العرض بتاعه اهو على 8 ريال. كاكاو باودر ب5 ريال 95 هلل، 125 جرام. مبيض قهوة ب10 ريال 400 جرام. نسكافيه جولد ب26 ريال 45 هلل. واحد الاول كان بيجيبه ب16 ريال و15 ريال، بقى ب26 ريال. حليب مبخر 6 حبة على كام؟ على 13 ريال. 6 حبة ب170 جرام على 13 ريال. حليب مبخر المراعي. نختم هنا ان شاء الله ونشوفكم في جولة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.